وصلنا لمساحتنا الطبيه اللي رح نحكي فيها عن مشاكل الاسنان واللثه. دائما نحن بنعاني من موضوع هو عدم زياره الطبيب بشكل دوري دائما، يعني خلينا نقولها هيك، نحن بنروح بحاله الاسعافيه لعياده الطبيب، يعني مضمضه والمي وملح، طبعا هي من القصص الوقائيه هذه، ولكن نحن دائما بنقول بدنا نلتزم، ولكن اليوم طبيب يعني الدكتورنا حيقلنا انه معظم الحالات اللي عم تجي لعنده هي عم تجي بحاله إسعافية. اليوم شو أهم التفاصيل اللي نحن مفروض نعتمد عليها لنروح لموضوع الوقاية بعلاج الأسنان واللثة؟ كثير من التفاصيل حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور حسين عبد الكريم، أخصائي بأمراض الفم والأسنان. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح المشاهدين. هلا أنتوا ذكرتوا شوي عن موضوع الوقاية، وتركيزنا حيكون على موضوع الوقاية أو العلاج لأمراض اللثة. أكيد. هلا الوقاية بشكل عام بالنسبة للأسنان، إحنا عندنا مبدأ هو درهم وقاية خير من قنطار علاج. طبعا المتابعة الدورية عند طبيب الأسنان بتغنيكي عن تبعات كثير. أول شيء أقل ألم، أقل كلفة، أقل تعسف بالنسبة للإجراءات العلاجية. يعني كل ما عالجنا السن أو كل ما عالجنا المشكلة في بدايتها بيكون معالجتها أسهل. بس معظم الحالات عم تروح بحالة إسعافية. طبعا هلا احنا بالفترة الحالية، هلا أنت إذا بتعملي ريبورتاج بالشارع هلا كله بيقول لك إنه كل ست شهور بس بنزور طبيب أسنان، ولكن احنا على الواقع هذا الشيء ما بنشوفه. تمام. ما بنشوف المريض إلا بحالة عنده خراج أو ما عم يقدر ينام. خلصت حلول المسكنات عنده. طيب دكتور خلينا نحكي، كلنا بنعرف إنه اللثة من أكثر المناطق حساسية بجسم الإنسان، لها مشاكل عديدة وشائعة مثل تسوس الأسنان. قديه احنا اليوم بحاجة لنعتني ونهتم فيها لحتى نحافظ على الصحة الفموية بشكل عام من أي التهابات أو أمراض؟ هون سؤالي لك، شو هي الالتهابات أو الأمراض اللي ممكن تصيب اللثة؟ هلا بالنسبة لموضوع اللثة، أنت حكيتي كأنه هي من أكثر الأمراض الأسنان أو أمراض الحجرة الفموية شيوعا. طبعا من النادر أنك تشوفي مريض ما عنده مشكلة لثوية. هلا عندنا احنا أمراض اللثة بتنقسم لكذا قصة. عندنا امراض التهاب اللثه طبعا بينقسم لحاله مزمن، عندنا عن خراجات اللثه، عندنا انحسار اللثه او تراجع اللثه. طبعا في عندنا مشاكل هي ما مرضيه ولكن تعتبر مشكله بالنهايه، تدخل ضمن ناحيه تجميليه. هلا بالنسبه لالتهاب اللثه، نتيجه تراكم البلاك واللوحه الجرثوميه على الاسنان وقله العنايه الفمويه، او نتيجه تعرض الحجره الفمويه لجراثيم من مصدر خارجي، ممكن تصير لنا التهاب اللثه. أكثر من حوالي 50-60% من الناس البالغين بعد عمر 30 سنة بيعانوا من التهاب اللثة بشكل بدرجة معينة ولو كانت خفيفة. أحيانا تكون عرضية أحيانا ما تكون عرضية. الحالات المانة عرضية طبعا هي بتكون حالات خفيفة، ولكن بيكون في عندنا قلة بالعناية الفموية وليس إهمال بشكل دائم. التهاب اللثة الحاد نحن بيصير عندنا بشكل دائم قلة عناية فموية، وبالتالي بيؤدي لأنه يصير عندنا انتفاخ باللثة، احمرار فيها، ممكن يصير عندنا نزف باللثة. هلا طبعا نزف اللثة فينا نعتبره مو بس بسبب التهاب، أحيانا ممكن نتيجة تفريش خاطئة، ممكن تكون نتيجة تناول مريض لبعض أنواع الأدوية مثل مميعات الدم. هي يعني كمان دكتور ممكن عادي تنزف اللثة، يعني أحيانا في ناس بيصير عندهم نزيف بيقولوا عادي ممكن تروح بشيء علاج بسيط بمضمضة خفيفة بالملح، فهذا الشيء صحيح أم لازم يروح يراجع دكتور؟ طالما كان في طالما صار في عندنا نزف لثة معناتها في عندنا مشكلة مرضية. تمام. نحس نحن عن السبب ونعالجه. إذا كان السبب هو طريقة تفريش خاطئة بيتعلم المريض طريقة التفريش الصحيحة، وإن كان السبب هو عبارة عن التهاب لثة ممكن يتعالج عن طريق تنظيف اللثة والأسنان إذا كان في عندنا تراكمات كلسية أو جير، إذا كان في عندنا طبقة بلاك موجودة، إن كان عندنا مشكلة بالجيوب اللثوية ممكن تتعالج كلياتها وبنحل الموضوع. طيب دكتور، يمكن مثل ما ذكرت حضرتك احيانا التفريش الغلط او الفرشاية اذا كانت قاسيه ممكن تعمل تخرج باللثه. وقت نقول امراض لثه، في اعراض بتظهر على اي شخص فينا، وانت صنفت اكثر من حاله. اليوم هل الاعراض يعني كل حاله لها عرض خاص فيها، او ممكن تتعرض اليوم الاعراض او تتشابك بنفس الاسلوب؟ يعني هلا احنا عندنا مثلا التهاب اللثه اعراضه معروفه، الدم النزف، الاحمرار والانتباش باللثه. طبعا هذا مو دائما يكون حاله التهابيه او حاله، احيانا ممكن عند المراه الحامل في شيء نحن عندنا بصير عندنا اسمه تورم لثه او ورم حملي، هذا كان ممكن يكون احد الاسباب.
طبعا هذا بيختفي بنهايه الحمل. عندك بالحالات اللي بيكون عندنا فيه مثلا التهاب اللثه صار مو مرض حاد صار مرض مزمن، بتختفي الاعراض ولكن يبقى انتشار المرض كمان المفروض انه يتعالج. هون طبعا بيهمله المريض، وهذا اذا ما تتابع عن طبيب الاسنان او ما انكشف عن طبيب الاسنان راح يؤدي لانحسار اللثه وخساره الاسنان فيما بعد نتيجه التهابات نسج داعمه او دواعم الاسنان اللي هي عباره عن اربطه تمسك السن بالعظم. وبالتالي نخسر احنا اسناننا، هي الاسنان بتكون كبنيه سليمه ولكن صحيح. نتيجه امراض اللثه اللي احنا اهملناها فاقم الموضوع وسبب خسارتها بسبب تراجع اللثه واللي بترافق معه تراجع بالعظم. تمام دكتور، بما انه عم تحكي عن الاسنان ممكن اذا كان الشخص اسنانه حساسه شوي ممكن يصير في عنده امراض باللثه؟ هلا نحن هذه الحساسيه هي احد اهم الاعراض اللي نحن لازم نبحث فيها عن التهاب اللثه المزمن. ليش؟ لانه نحن صار عندنا انحسار لثه، معناتها الحساسيه الاسنان اغلب الاحيان بتصير بسبب تراجع اللثه او انحسار اللثه اللي بيسبب انكشاف جزء من الاسنان هو كان تغطيه هي اللثه، انكشف الجزر اللي هو اقل تمعدن من المينا، من طبقه المينا. احنا عندنا اذا كان نسبه التمعدن بالمينا حوالي 95 ل 97%، ممكن تكون بالجزر نسبه تمعدن المضاد هي عباره عن 60 ل 70%، وبالتالي راح يصير في عندنا احنا نفوذيه للعوامل المخرجيه او العوامل المسببه للحساسيه اكثر. طيب خلينا هيك نروح شوي للاطفال ونعطيهم مساحه. دائما الاطفال لهم معامله خاصه وخاصه مع طبيب الاسنان كونه بعمر هنون ما بيتحملوا لا التخدير ولا الاجراءات الشوي قاسيه على اسنانهم. اليوم شو اهم الامراض اللي ممكن تصيب الاطفال بامراض اللثه؟ هلا بالنسبه للاطفال اكثر شيء ممكن يعني يعانوا منه بالنسبه لامراض اللثه هو الكيس البزوغي او الورم البزوغي عند بزوغ الاسنان، ممكن يكون السن غير قادر على انه يشق اللثه فنحن مضطر بشكل مثل عم نحكي نحن بعمر الرضع، مو بعمر الرضع او بعمر حتى كمان بعدين اللي بيكون مثلا تبديل تبدل اسنانه ما عم يقدر يطلع السن الدائن، كمان هذا ممكن يكون عندنا مشاكل احد مشاكل اللثه. طبعا بالاضافه للمشاكل الثانيه اللي هي نحن بنعرف انه الاسنان مؤقته بالشكل الطبيعي عند الاطفال هي فيها فراغات بين بعضها، لما الطفل بيكون بياكل شغلات ممكن تجرح اللثه كمان ممكن تسبب التهابات او مشاكل باللثه، لما بيصير في عندنا نحن نخور بين الاسنان كمان بصير بيحشي اكل بين الاسنان المؤقته عند الاطفال او عند او على الاسنان الدائمه حتى كمان ممكن كمان تسبب عندنا مشاكل باللثه نتيجه التهابات اللثويه وتشكل جيوب لثويه او خراجات اللثه واللي هي عباره عن تجمع قيح موجود بالمنطقه. هون طبعا لازم نتداخل دوائيا بالاضافه لمعالجه السبب. تمام. يمكن في سؤال كثير بيراود الناس دكتور انه شو هو لون اللثه الطبيعي او شو هو اللون اللي ممكن يكون فيه مشاكل؟ هلا بالنسبه للون اللثه الطبيعي كل العالم متعارف عنده على موضوع انه اللثه لونها وردي. تمام. هلا طبعا طبيعه بشره الانسان تختلف كمان لون اللثه عنده، هلا مثلا تشوفي الاسمر عنده صباغ ميلانين شويه زياده، ممكن تلاقي عنده مثلا تصبغات على اللثه. هاي التصبغات طبعا تتعالج جراحيا عن طريق عمليات الكشط. طبعا اللون الوردي هو اللون الشائع او هو اللون الصحي اكثر شيء، متى ما شفنا بلشت اللثه تميل نحو اللون الاحمر معناته صار في عندنا مشكله صحيه. هلا مثل ما حكينا اول شيء كمان انه مشاكل اللثه مو دائما هي عباره عن مشاكل مرضيه، في عندنا مشكله تجميليه. صحيح. ناس بيقولوا لها عندها الابتسامه اللثويه مثلا. الابتسامه اللثويه هي عباره عن حاله ما أنا مرضيه ولكن هي مشكلتها تجميليه. طبعا هلا هون العلاج لهذا يعتبر علاجي، عندنا كذا طريقه للعلاج، احد الطرق هي عباره عن قص اللثه. قص اللثه ممكن احنا ندخل عليها او بسموه الكراون لينثنينج كمان هو تطويل التيجان. يكون نازل اللثه على تيجان الاسنان اكثر، نقص اللثه نحن ضمن العياده، ممكن تكون جراحيه عن طريق مشارط او ممكن تكون عن طريق الليزر. بس بعد القص ممكن ترجع اللثه؟ هلا ما في شيء عندنا نحن بال لانه هيك بنسمع بيقولوا هلا ممكن ترجع ولكن ليس بالنسبه اللي كانت فيه هي فيها من قبل. ترجع بترمم نفسها دكتور بعد القص؟ هي مثل اي نسيج، يعني نحن عندنا النسيج الوحيد اللي ما بيرمم هو النسيج العصبي هو النسيج النبيل. قد ايه بدها فتره ترميم يعني لحتى في كثير ناس انا عارفون عاملين هاي القص اللي بيكون عندهم اسنان صغيره؟ طبعا هاي الموضوع مو انه بفتره زمنيه بسيطه، هي اول شغله. ثاني شغله بيعتمد كمان على عنايه المريض، لانه عنايه المريض وانه ما يهتم فيها للسه وما يرجع يتابع موضوع وتفريش نظامي كمان بترجع بسبب التهابات، وهي بترجع بتعوض اللثه وبترجع بتضخم بالمنطقه.
عندنا كمان بالنسبه للابتسامه اللثويه ممكن احنا كمان عندنا كذا حل ثاني. عندنا في شيء بسموه اعاده تموضع شفه، هي عباره عن عمليه جراحيه. شو يعني حكيم؟ خلينا بس نوضحها. اعاده تموضع شفه هي عباره عن عمليه جراحيه صغيره احنا بندخل فيها على ميزاب الميزاب الشفوي هون بين الشفه والفك، بننقل الميزاب عمق الميزاب من موضع مرتفع لموضع منخفض، بنرجع بنخيط، فبتنزل معنا الشفه لمده لمسافه معينه حسب احنا شو المسافه بنكون داخلين عليها. او ممكن احنا عن طريق الحلول الاقل تعسفا، بس هي عباره عن حلول مؤقته، هي عباره عن البوتوكس. احيانا ممكن نعمل شيء بسموه كمان تمويه عن طريق فيلر او شيء، كمان ممكن احنا نعطي حجم للشفه بغطي شوي الابتسامه النسويه. اليوم عم يدخل الموضوع تجميلي بالموضوع العلاج، عم يكون في تشبيك اكيد. اي حال مريض عنده حاله صحيح. الحالات اللي ذكرته اليوم في تشبيك بين حضرتك وبين الدكتور التجميل. طيب ذكرت اليوم احد الاجراءات العلاجيه، ولكن في اشخاص كثير عندهم تراجع باللثه، وهذا هي الحاله الى خلينا نقول تعامل خاص بموضوع التنظيف والعلاج. هلا بالنسبه لموضوع تراجع اللثه كمان له حلول محافظه وفي له حلول جراحيه. حلول المحافظة هي تنظيف الفم والأسنان، أو عبارة عن تقليح الأسنان مع كشط الجذور بسموه روت كلينينج. بنرجع نحن على الموضوع الجراحي، موضوع جراحي وعندنا نحن كذا جراحة للموضوع. عندنا ممكن تكون التجريف المفتوح، نحن بنفتح اللثة بننظف الأسنان من تحت عند جذور الأسنان كلياتها بننظفها بشكل كامل، بنرجع بنخيط على وضع جديد. الشغلة الثانية اللي هي نحن عبارة عن إعادة موضوع اللثة، نرجع نحن كمان بنسلخ اللثة وبنرفع شريحة بنرجع بنخيط على وضع مرتفع للثة. طبعا في حال فشلت هي العلاج هذا نحن بنضطر إنه نحن نجيب مخاطية فموية وننقلها بنطعم شيء بسموه تطعيم لثة، الطعم لثوية ممكن تغطي. طبعا مثل ما هي طبعا فيها هامش نجاح وفيها هامش فشل. هامش الفشل هو فيها بسيط اكثر من هامش النجاح، وبالتالي احنا لازم بشكل دائم نتابع هذا الموضوع ونتابع على موضوع المعالجه ايا كانت الطريقه. تمام دكتور، قد ايه ممكن اليوم تلعب التغيرات عند البدنيه عند المراهقين عند الحوامل عند كبار السن، هذول الامور الهرمونيه قد ايه ممكن تسبب التهابات وامراض باللثه؟ بس هلا نحن بالنسبه للتغيرات الهرمونيه اكيد تلعب كثير دور، وخاصه عند المراه الحامل. هلا عند بفتره المراهقه او فتره الشباب ما مو الموضوع مو بقى موضوع تغيرات هرمونيه اكثر ما موضوع انه هو صار بفتره انتقاليه، بصير بهم الموضوع معالجه الاسنان او موضوع او الاهتمام بالاسنان بتوجه، بصير طاقته موجهه باتجاهات ثانيه. المراهقه حسب شو تكون اتجاه مراهقته، ممكن تكون لمطالعه، ممكن تكون خلينا نكون فرض نشاط، ممكن تكون ممكن حتى يتابع بنفس الدرجه من العنايه حسب بقى شو كل شخص بيختلف عن الثاني. هلا بفتره الحمل، الحمل بتعريفه هو عباره عن حاله مرضيه بتستمر مع المراه الحامل من بدايه الحمل لمده 9 اشهر، وبالتالي هو عباره عن حاله مرضيه، كيانها كلياته بيتغير، مو بس موضوع الفم او الاسنان، هرموناتها كلياتها بتتغير. بدها تدير بالها موضوع المرأة الحامل. في عنا نحن أول شيء أول فترة طبعا موضوع الوحام أو الإقياءات المتكررة، هذا كتير بيسبب موضوع مشاكل لثة أو تورم. ما عاد تتقبل فرشاية الأسنان، هي طبعا بدها تجبر حالها عليها أول فترة. نعم، هي قولا واحدا إذا ما فشت أسنانها حتزيد عند المشاكل سوء. الشغلة الثانية موضوع التغير الهرموني كمان ممكن يسبب لنا نشوء، قلت لك هذا حكينا عنه أول شيء. موضوع الورم الحملي هو عباره عن انتفاخ باللثه، ممكن كمان احنا نستأصله او ممكن نتركه لبعد الحمل كمان حتى ممكن يروح. بس يمكن اغلبهم ما بيعرفوا انه فعلا موضوع اللثه ممكن يسبب لهم مشاكل للحمل. طبعا هلا احنا مثل ما عم قلك نحن موضوع الحمل او الاقياءات ممكن يسبب مشاكل باللثه ومشاكل بالاسنان. حتى دكتور بفتره الحمل وبشكل عام كنت اسالك انه هل اليوم نقص الكلس بالجسم ممكن يعمل الم باللثه؟ وفي اشخاص يعني انا بعرف اشخاص عندهم حاله انه وقت اللي بيلعبوا رياضه بصير عندهم وجع باللثه الفوقانيه، فما بعرف شو تشخيصها، يعني بصير وجع بالاسنان ولا لسه بفتره لعب الرياضه؟ هلا بفتره لعب الرياضه نشوف نحن هو اذا عم يكزع اسنانه او لا. موضوع الكزع الاسنان هذا كثير، او الصرير كمان له علاقه صرير الاسنان الليلي طبعا بيلعب دور كمان بموضوع امراض اللثه والاسنان، ممكن سبب تراجع باللثه حتى كمان. عرفتي كيف؟ موضوع الكزع الاسنان. تمام دكتور، يعني ما انه في علاقه بين الرياضه ولا طبعا بنذكر بس موضوع لموضوع الكلس، نقص الكلس نقص الكلس ما لنا علاقه، احنا فتنا بموضوع نقص الكلس بالنسبه حتى للاسنان
هو موضوع ثاني، لانه احنا مستودعات الكلس الاساسيه بالجسم هي العظام. قبل ما يتوجه الجسم لانه ياخذ من الاسنان في عنده مستودعات كبيره هي العظام. وبالتالي احنا موضوعنا مو موضوع كلى بس، احنا بنشوف حالات كثير اليوم بتروح للمتممات الغذائيه بفيتامينات وبتاخذ كلس. تمام يعني. اوكي عم ياخذوا كلس بس مو مشان موضوع ترميم الاسنان احنا هون بشكل عام يعني. انا سؤالي بشكل عام حكيم انه هل ممكن يكون له تاثير سلبي هذا النقص؟ احنا لا مو عندنا هون مشكله، المشكله عندنا احنا بالنسبه للكلس لموضوع الاسنان هي مشكله النظافه، ارتفاع حموضه الفم، هذا بسبب اكثر شيء موضوع النخور والمشاكل النسويه. تمام دكتور، يعني بالختام خلينا نحكي مع حضرتك، مثل ما في بعض الاشخاص ما بيهتموا بيعتنوا بنظافه اسنانهم، في عندنا الفئه المهووسه بتنظيف الاسنان بيفرشون بشكل كثير مبالغ فيه. هون دكتور بحب هدول الاشخاص، اليوم اطباء الاسنان بحبوا تماما بس ممكن احيانا نتيجه الفرشاي الزياده ممكن يصير في نزيف. دكتور خلينا نوضح كل قديش لازم نفرشي، شو هي الفرشاي المناسبه لنا، كل قد احنا لازم نروح على طبيب الاسنان. هلا بالنسبه لنا احنا موضوع الزياره الدوريه خلينا نبلش فيهم، بالعكس موضوع زياره طبيب اسنان هي كل 6 شهور المفروض يكون في عندنا زياره نعمل تشيك اب سواء للثه سواء عند الاسنان. من نوع الفرشاي طبعا يختلف حسب نوع اللثه، في عندنا ناس مثلا بتكون لثه متقرنه بنوصف له فرشاي ممكن تكون هارد او ممكن تكون ميديوم. اللثة الطبيعية نحن دائما نفضل فرشاي ناعمة او سوفت، طبعا الفرشاي كل شهرين او كل ما تباعدت الشعيرات تبعيتها المفروض انها تتبدل. طبعا السؤال الشائع عند اغلب الناس كمان، شو افضل معجون اسنان؟ صحيح. افضل معجون اسنان هو اي معجون تستخدمه بطريقته الصحيحة، بطريقة تفريش صحيحة. طبعا بالنسبة لعدد مرات التفريش كمان، هلا في دكاترة بتقول لك مرتين، في دكاترة بتقول لك 3 مرات، انا بفضل انه بعد كل وجبة غذائية يكون في عندنا تفريش. واهم مرحله انه نحن نهتم فيها بالتفريش هي ما قبل النوم. ما قبل النوم يفضل عدم النوم من دون تفريش الاسنان. اليوم حاسه الدكتور كثير يعني معانا من القصص اللي عم تصل بشكل اسعافي على هلا مننا، يا خلينا نبلش مننا يعني بالاخر يعني. اكيد دكتور بدي اتشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها، اكيد بالصحه والسلامه لكل الاشخاص، ودائما الوقايه خير من العلاج، ومو غلط اليوم نحن كل 6 شهور نعمل 6 شهور منيح دكتور. طلب بلاش ما في مشكله. بلاش. كل 6 شهور يكون في تشيك على صحه الاسنان، ولانه بالنهايه يعني بنروح لمشاكل اكبر واكثر. اكبر وهون رحله العلاج والماديا والالميا على الطبيب والمريض بشكل. شكرا دكتور لحضورك، اهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين، بتمنى تكون معلومات استفادوا منها الجميع، وشكرا لقناه الاخباريه السوريه على البرنامج الجميل.